ساتو كريم عبد الجواد لاعب الاهلي ومنتخب مصر للسكواش ببطوله مصر الدوليه للسكواش عقب الفوز على نظيره علي فرج في المباراه اللي اقيمت بينهم امبارح بالملعب الزجاجي بالاهرامات. ونجح كريم عبد الجواد لاعب النادي الاهلي المصنف الرابع عالميا لرجال السكواش في الفوز ببطوله مصر الدوليه للسكواش واللي اقيمت بالاهرامات بقيمه جوائز ماديه بتصل الى 185,000 دولار. وفاز عبد الجواد على مواطنه علي فرج لاعب وادي دجله والمصنف الاول عالميا بثلاث أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 61 دقيقة. جت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-6، 11-8، 11-8. وبيستعد الثنائي المصري للمشاركة في بطولة العالم لرجال الاسكواش واللي هتكون بتقام يوم 8 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية بتصل إلى 355,000 دولار، وبيحمل اللقب البطل المصري علي فرج عن الموسم اللي فات. ألف مبروك أكيد لأبطالنا سواء كريم سواء علي فرج، أكيد منتظرين من كل أسماء أبطالنا المتقدمين في جدول الترتيب العالمي في الـ PSL السكواش بإذن الله نتائج في الفترة اللي جاية تكون كده مبهرة وكالعادة.